الصيفي وضيفكم الفنان والمبتهل علي الهلباوي منورنا. وقبل ما نعرف منه بقى الاختلاف ما بين المنشد الاذاعه ومنشد الاوبرا، لكن معانا تليفون من سياده النقيب، نقيب نقابه الانشاد الشيخ محمود التوامي. الو، مساء الخير يا شيخ محمود، كل سنه وحضرتك طيب. منورنا على الراديو 90 90، ورمضان كريم على حضرتك وعلى اسرتك وعلى اعضاء النقابه كلها، ومع حضرتك الاستاذ علي الهلباوي وعضو معاكم طبعا في قلب النقابه، وبيقول انا في لجنه التحكيم. يا حبيبي ربنا يخليك يا حبيبي. انت عارف ان هو قبل الهوا بيقول لي انا اسمي الشيخ محمود الهلباوي، مش الشيخ محمود. حبيبي اخويا طبعا. صح كده؟ شرف يا حبيبي، وانت عارف ده شرف ليا يا حبيبي. هو قال لي انا المطرب الاول. خالص والله. طبعا 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 يا مولانا، طبعا يا مولانا. مولانا انا عايز اعرف بقى من حضرتك، مر عام اهو على انشاء نقابه الانشاد، فهل نقابة الإنشاد في خلال العام ده قدمت جيل جديد من المنشدين؟ اتفضل. اتفضل يا مولانا. ما شاء الله. دي حقيقة. رحمة الله عليه. انا جيت اشكره واقول له شكرا انك كنت موجود، بيقول لي ده مش ابوك لوحدك كده يعني. حقيقه حقيقه قبل كل المنشدين بصراحه. صحيح ما شاء الله ما شاء الله. دي معموله عشان نشر محبه سيدنا النبي. لا مش فن، ما فيش حاجه اسمها فن، احنا ما بنشتغلش فن. محبه سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام. اذا كنا هنتعلم الموسيقى عشان تبقى تخدم على ايه؟ على محبه رسول الله سيدنا النبي في قلبنا، ان احنا ننشر محبه رسول الله عليه الصلاه والسلام في جميع بقاع الارض مش مصر بس. ما شاء الله ما شاء الله. ربنا يبارك لك يا مولانا، وكل سنه وحضرتك طيب، منورنا دايما باذن الله. الله يكرمك يا حبيبي. يا حبيبي ربنا يخليك يا مولانا، كل سنة وحضرتك طيبة يا مولانا، رمضان كريم على حضرتك. الله يخليك يا فندم، ألف سلامة. أرجع لك تاني بقى علي، بقى عايز أعرف منك الفرق ما بين منشد الإذاعة ومنشد الأوبرا. منشد الإذاعة ومنشد الأوبرا. منشد الإذاعة مفيش مصاحبة موسيقى. مفيش مصاحبة موسيقى. بالظبط، منشد الأوبرا بيبقى معاه الأوركسترا بتاع الإنشاد بتاع الأوبرا. طبعا. والاتنين بيقدموا حفلات بره. طبعا. طيب منشد الإذاعة بياخد معاه برضه فرقة؟ على حسب. ما هو ده اللي أنا عايز أعرفه بقى. لا أصل الإذاعة لما بيروح يعني منشد الأوبرا بيطلع بفرقة. لا ثواني بس، أصل هو في موضوع مختلط معايا دلوقتي. اتفضل. الإذاعة بيبقى مبتهل في الاذاعه والتلفزيون، مبتهل وليس يعني اصل الابتهال حاجه والنشاد حاجه تمام. فالمبتهل بتاع الاذاعه اللي هو انهي مبتهل؟ اللي هو بيعمل ايه؟ اللي هو بيقول الابتهالات بتاعت الفجر او بنبقى قبل العصر او قبل المغرب الى اخره. تمام. انما الانشاد اللي هو كمان في التوشيح، التوشيح دلوقتي قلما يوجد دلوقتي التوشيح، وانت سمعتنا امبارح مولاي كتبت رحمه الله عليه من الشيخ. فده توشيح، كانوا زمان بيجيبوا المنشد ومعاه البطانه عشان ده الاذاعه. الإذاعة مفيش موسيقى، يا توشيح يا إيه؟
يا ابتهال. ده ابتهال. لكن الـ 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 الاوبرا بتعمل ايه؟ بتنشد وبتغني تمام، وبيبتهل بس على الموسيقى، على الموسيقى بالظبط. طيب عايز ارجع لك تاني بقى واعرف منك، انا سمعت ان انت عملت فيلم صح كده؟ فيلم ايه بقى؟ جديد يعني؟ فيلم جديد يعني. اسمه الليله الكبيره. الليله الكبيره ده نازل امتى ان شاء الله؟ ده نازل بقى يعني، انا سمعت الله اعلم عشان ده ما يبقاش مني على لساني، سمعت على العيد، العيد الكبير، على العيد الكبير بالظبط، الليله الكبيره. طب الكبيرة. دورك كان فيه ايه بقى في الفيلم ده؟ دوري كان اللي هو المنشد بتاع شيخ الطريقه الصوفيه، لانه هو عامل قصه جميله قوي. فانا عامل شيخ الحضره تمام، بس مش شيخ، مش شيخ الطريقه، لان شيخ الطريقه بقى قاعد اللي هو الاستاذ محمود الجندي. وانا معايا الحضره الصوفيه، الحضره الصوفيه بقى معايا عامل حلقه حضره بجد حقيقيه يعني. والله يعني انت عامل ولابس على فكره عمه وجبه وقفطان، لابس شيخ يعني، شيخ. وعلى فكره العمه بتاعت والدي هي بقى لها سنتين بلفت ايده، بلفت ايده يعني. ما شاء الله. آه. طب ارجع بقى لوالدك بقى، انا عايز اعرف اكتر نصيحه اديها لك بتعتز بيها وبتفتكر له ايه لما بتبقى قاعد بينك وبين نفسك؟ بص اقول لك على حاجه، هو نصايح كتير قوي، والحاج ما كانش بيتكلم كتير، كان عنده كلمه جمله ابرك من جرنان يعني. تمام. يعني لما يقول لك ايه، يقول للمنشد او يجي يقول لي وشوشني ودهشني. وشوشني ودهشني يعني ايه بقى؟ يعني انت بتشوف المنشدين دلوقتي او اللي بتعمل بيزعق، طب انت بتزعق ليه؟ يعني خليك حنين عليا، وخلي المتلقي يدور عليا، ما نطش انا في ودانه. ما شاء الله على النصيحه. تمام. فهمت بالظبط كده. وشوشني وهشني. الثقافه، اللغه، ده كل دي قواعد لازم انا في ارتجاله وفي تعبيراته في كل حاجه. تمام. وفن الارتجال بالاخص، علمني ازاي لما اقول سما اقولها فوق، علمني لما اقول ارض تبقى تحت، علمني لما اقول حاجه فيها حزن اقول بمقام معين اسمه مقام الصبا، علمني لما اقول حاجه فرح بمقام معين اسمه الرصد، علمني لما اقول الحنين يبقى بياتي، الشجن يبقى نهاوند، علمني ازاي اوظف صوتي للكلمه، للكلمه نفسها بالظبط. ما شاء الله. طيب احنا عايزين نسمع منك حاجه للحاجه طال الشيخ الله يرحمه. هو الحاجه دي انا طبعا كان على فكره الشيخ رغم كان سنه كبير وبرضه يعني الله يرحمه، الله يرحمه ويحسن اليه، كان بيقعد على الكمبيوتر ويسجل ببرنامج اسمه كل ايد برو، وكان بيتعامل على الفيسبوك، وكان بيتعامل على ما شاء الله على السكايب. فكان بيسجل حاجه يعني حاجه جديده، فكان معاه نص اسمه عبد اتى. طبعا الابتهال عموما بيبقى ارتجال. ما هو طبعا ارتجال. الشيخ الهلباوي الوحيد بقى اللي عمل ايه بقى؟ خلى الارتجال لحن، بمعنى ان طالما الارتجال ثبت في وداني ان انا اقوله كل يوم بقى لحن. بقى لحن. بقى لحن، حتى لما يقولوا عليا يقولوا زي ما انا قلته، بقى لحن. وده جديد، ده ما نزلش خالص ده. ده ما عمله، ما نزلش، وانا حفظته عليه وحبيت اقوله زيه. طب نسمعه. كان بسيط قوي. طب نسمعه. عبد أتى في الدجى لله يعتذر، عرف الحقيقة، عرف الحقيقة منه الدمع ينهان، عين بكت، عين بكت من ذنوب كان مصدرها، عين بكت من ذنوب كان مصدرها تغافل القلب والنسيان والغيار، لكنها اليوم، لكنها اليوم تصحو عند سيدها وتعلن التوب، وتعلن التوب، وتعلن التوب بالأسحار، تذكرني. الله يفتح عليك يا حبيبي. الله يفتح عليك، الله يفتح عليك.
تيجي نسمع طيب التهال بتاعك بتاع يا رب. يلا بينا. طيب تليفوننا 218 10 866 ورقم رسائلنا 919 ونسمع يا رب لعلي الهلباوي وحل ودنك. الاستاذ عاطف، الو الو استاذ عاطف، مساء الخير، ازيك؟ كل سنه وانت طيب، رمضان كريم عليك وعلى اسرتك، ومعاك الاستاذ علي الهلباوي. مساء النور، ازيك يا استاذ عاطف؟ وانت بالصحه والسلامه، عليك عليك بالخير وعلى الاسره الكريمه يا حبيبي. والله يا استاذ عاطف، فيه يعني انا هقول لحضرتك على حاجه، معلش، كويس ان حضرتك اتطرقت للكلام ده، ما عنديش مشكله، احنا شغالين يعني. انا بص، انا مش هدور على حاجه توقفني، مش هفضل اقول ده انا ما حدش عايز يساعدني، ما حدش، لا انا شغال يعني. شغال. كويس انك يعني اثرت ده. احنا رحنا من اسوان، وانا والشيخ محمود التهامي والشيخ ايهاب يونس لجنه النقابه، من اسوان لاسكندريه نختبر، وسمعنا اصوات، اقسم بالله العلي العظيم، ده انا اتحاسب على قسمي، ده ان انا سمعت اصوات جميله، مصر فيها اصوات حلوه قوي. في ولد عنده 18 سنه وقف قدام الميكروفون في قصر ثقافه الاقصر، قدام الميكروفون وهو بيقول بكاني، انا وقفت عشان احييه، وقفت من على لجنه، من على ترابيزه اللجنه التحكيم عشان احييه، وقلت له تعالى انت غنيت قبل كده فين يا ابني؟ قال لي انا ما غنيتش في حته، انا اول مره امسك ميكروفون في حياتي. قلت له ما شاء الله، بكاني بالشكل ده؟ ما شاء الله. لا بس ان شاء الله احنا باذن الله اللي جاي احلى. أشكرك فندم. الله يخليك يا أستاذ عاطف. ربنا يخليك يا أستاذ عاطف، منور الدنيا، كل سنة وحضرتك طيب. ألف سلام، مع السلامة. ومعايا تليفون من محمد عطية، ألو. عليكم السلام، إزيك يا محمد، عامل إيه؟ كل سنة طيب ورمضان كريم. معاك النجم علي الهلباوي. وعليكم السلام، ازيك يا استاذ محمد؟ وكل الاسره بلغ تحياتي، ورمضان كريم عليكم وعلى كل اسره حبيبي. عايز اساله في ايه يا محمد؟ في الحلقه بتاعت امبارح. دعواتك يا اخويا، دعواتك، دعواتك، ربنا يعزك. ربنا يخليك يا محمد، ومنور الدنيا كلها، كل سنه وانت طيب، نورت الدنيا، نورت الدنيا، الف سلامه. صفحتنا على الفيسبوك هي صفحه الراديو 9090، وتعالوا نشوف اصدقائنا كاتبين ايه. كل سنه طيب يا عبد الفتاح، الله يرحم الشيخ محمد الهلباوي وابن الوز عوام، ده من بلال مصطفى. محمد عطيه اللي كان معانا دلوقتي باعت لك التحيه وبيقول لك كل سنه وانت طيب، مساء الفل على اجمل عبد الفتاح واجمل منشد الاستاذ علي الهلباوي. فعلا هذا شبل مزكى الاسد الشيخ محمد الهلباوي رحمه الله عليه، كل يوم مع عبد الفتاح برنامج حل ودنك. حامد حلمي بيقول اقرا يا عم عبد الفتاح، قالوا لي تسمع طرب ولا انت مش ناوي؟ مش كل من قال اصبح اي اصبح قلبي له غاوي، بعد اللي عدى ورحل اسمع لمين تاني؟ يحرم عليا السمع بعدك يا هلباوي. يا حبيبي، يا حبيبي، الله. ده من قلمي، من قلمه يعني، رحم الله البلبل المغرد وبارك في فناننا الجميل علي. ده من حامد حلمي باعت لك التحيه ديت. كل سنه وانت طيب يا عبد الفتاح، ومنور في الجلابيه، وسلم لي على ضيفك الكريم. ده برضه من حامد. احمد عطله بيقول كل سنه طيب يا عبد الفتاح واسره الراديو، والله يفتح عليك يا استاذ علي، بلغه عن طه ايه. اشكرك. في كمان الفنان على ال 919، الفنان الكبير علي الهلباوي منورنا النهارده، احمد فهمي من اسكندريه، وسيد على الله من وراء العرب، عايز يسمع قمر سيدنا النبي من الشيخ علي. فهيسمعك هو حاجه تانية يا سيد، عناية، حاضر. وبيقول لك كل سنه وانت طيب. عايز ارجع لك بقى يا علي، زمان المنشدين الكبار استخدموا الانشاد في حرب 73. نعم. يعني دايما كان في الاعياد وفي الثورات وفي الحروب. ايوه. ازاي جيلك يقدر يستخدم الانشاد في الرفع بقى من اخلاق الشباب؟ وده اللي بيحصل دلوقتي، يعني عندك انت دلوقتي، احنا في ناس بتقول في مقصرين، لا احنا مش مقصرين، موجود عندك شاب جميل قوي اسمه مصطفى عاطف. مصطفى عاطف منشد جميل، هينورني في الاسبوع الجاي ان شاء الله. تمام. فلا الانشاد الديني بخير.
تمام. واحنا يمكن عشان احنا بس على الميكروسكوب بس موجود كتير، بس عشان احنا على الميكروسكوب اتضيق شويه. ان شاء الله هنوسع ده بإذن وان شاء الله. الله يعني الشيخ محمود التهامي انا متفائل بخير، ما انا قلت لك هو مش محتاج اصلا يكون نقيب. تمام، وانا قلت لك دي كويس. انت لكن هو مستاهل بصراحه. لكن هو عايز يرتقي بالفن ده، بفن الانشاد. تمام. وعلى فكره هو زمان اصلا كانت الافراح والموالد والسبوع كان بايه؟ ايوه صح. انا فاكر فيلم اسمه صراف النيل، رصيف نمرة خمسة. رصيف نمرة خمسة لما جاب العجلة لابنه فريد شوقي، كان الشيخ كان ساعتها طه الفشني. بيقول ايه بقى؟ كان الشيخ طه الفشني كان هو اللي في عيد ميلاد ابنه لما نجح. بيقول فن التوشيح، فن التوشيح. والبطانة تقول وراه وهو يعيد ويزيد بقى ويسلطن. ده كان رصيف نمرة خمسة مش صراف النيل. ده صراف. كان الشيخ طه الفشني كان هو الموجود كده. وكان انشاد جميل وبفرقته كمان طبعا. كانوا بيعملوا حضرات وذكر يا عم ما كانش فيه غير ربنا بس سبحانه وتعالى. طب في اخر بقى الحلقه بقى علي، عايزك تكلمني عن رحلتك مع المنشد المصري ماهر فايز. المرنم المرنم والمنشد على فكره، ومنشد ومرنم يعني في الطائفه الانجليزيه. انا يعني شايفها على المستوى الشخصي. انا بتكلم انت عملت معاه حاجه اسمها انا حي بيك، صح؟ انا حي بيك. انا حي بيك. تمام. الانجليزي يعني احنا خلاص عارفين ان احنا الثلاث طوائف بتوعنا بتوع المسيحيه اللي موجودين عارفينهم. لكن الطائفه الانجليزيه من الارثوذكس، عشان بس تبقى انا عندي علم ده وانا مذاكر ده جدا. تمام. هي الصوفيه في الاسلام. الصوفيه في الاسلام. لان انا شفت ده من غير ما حد يحكي لي. لان الاخ ماهر انا شفت عنده خلوه. يروح يقعد في الخلوه ويكتب ويلحن حاجات لا الله سبحانه وتعالى، كلها ادعيه في الله سبحانه وتعالى. تمام. عندهم اليوم كل يوم سبت حلقه الذكر بتاعتنا، بس بيسموها خدمه. الخدمه. خدمه احنا عندنا بنقول عليها حضره، هم عندهم بيقولوا خدمه. بيقولوا خدمه بالظبط. تمام. وبعدين انا لما طلعت مع الاخ ماهر كنت امتداد للشيخ الهلباوي في ايه؟ في ايه بقى؟ في انه هو عمل ده، ما انا حكيت الكلام ده امبارح، عمل ده مع المعلم ابراهيم عياد مرنم الكنيسه الارثوذكسيه في مصر. في مصر. تمام. ده الاخ ماهر. ده الاخ ماهر. وعلى فكره كلامه ولحنه، وكان بيسيب لي فواصل بقى اقول الله كده بالتجلي. وعلى فكره كل ما بنعمل حفله، كنا في الغردقه من اسبوعين. تمام. عملنا حفله لا قوه الا بالله، وكانت الغنوه دي طبعا لازم تطلب، لو ما قلناهاش كاننا كان مكسره الدنيا هناك. ومكسره الدنيا في كل حته دخلناها، الاقصر اسوان. لو ما قلناهاش بقول لك كاننا بيقول لك لو ما قلتوش انا حبيبك انت ما جيتوش. ما جيتوش اصلا، لكنكم مش موجودين يعني. لازم دي اول حاجه. لا مش اول يعني، الناس تبقى في البروجرام. في البروجرام بتاعه. طبعا. علي هقول لك ايه، وقتنا خلص بس كلامنا ما انتهاش، قضينا ساعه كامله على الهوا مع علي الهباوي. انت بصراحه نورتنا وشرفتنا النهارده، وهقول لك ايه، كل سنه وانت طيب ودايما بالتوفيق يا رب. وانت بالصحه والسلامه. انا بس عايز اقول حاجه، اشكركم طبعا الحلقه بتاعت الشيخ، واشكركم دي كمان يا رب ما كنتش ضيف تقيل عليكم وعلى المستمعين. لا لا ده انت نورتنا والله. وكل سنه وانتم طيبين، وكل رمضان انا معاكم عافيه. ده اجبار. رمضان كريم يا علي. شكرا يا فندم. حلقتنا خلصت من حل ودنك.